عمل رئيساً لوحدة العمليات والدوريات الميدانية ووحدة مكافحة السحر بفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وهو الآن مستشار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حياته الكثير من الأحداث والمواقف المؤثرة التي شغلت حيزاً في ذاكرته وأصبحت من المواقف التي لا تنسى، الشيخ عادل ابن طاهر المقبل والأيام التي لم ينسها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كل إنسان في حياته قصة وعبرة وتجربة، وهذه التجارب قد تنفع الآخرين، أو سوق هذه القصص للآخرين قد يستفيدون منها، لأن الله جل وعلا كان يقص على محمد تلك القصص ليثبت بها فؤاده. ولعلي أبدأ، لعل الله ينفعني بما أقول بما تسمعون. في ذاك اليوم، وهو أعظم شيء سأورده لكم الحقيقة، في ذاك اليوم اللي تربيت فيه في مجالس العلماء والعلم، كان شيخي رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى، شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود. في بداية حياتي كان ذلك اليوم في حلقات العلم، خرج رجل خرج كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وبدأ يحقق الأحاديث ويضعف جزء منها. وكان في الدرس للشيخ رحمة الله عليه، كنا نقرأ عليه في كتاب التوحيد وفي صحيح مسلم، فأحضرنا الكتاب وقال اقرأ أنت تخريج ماذا يقول عن هذا الكتاب. فكان يقرأ وينقل، يقول قال في الحديث كذا، يقول اقرأ ماذا قال، فقلت قال كذا وقال كذا وقال ضعف الحديث وفي سنده فلان وقال فلان وقال فلان. وكان في مجموعة من طلاب العلم الجالسين، وكان يقول إن هذا الحديث فيه ضعف وهذا الحديث حسنه الألباني. فاستأذن أحد الطلاب العلم فقال للشيخ يا شيخ، أنت تعرف أن الشيخ عنده شيئا من التهاون في قضية التحسين، وأما إذا ضعف فلا غبار بعد ذلك على الشيخ. وبدأ يتكلم أن الشيخ عنده شيئا من التساهل، الشيخ ناصر الدين الألباني، وساق بعض يعني الأسانيد في هذا الجانب. ثم تحدث الشيخ بأدبه الجم وبإنصاته الذي تعلمت منه مكارم الأخلاق ويعني أدب الاستماع. ثم بعد أن تكلم استأذنت من الشيخ، قلت تأذن لي يا شيخ؟ أنا يا شيخ إن أذنت لي أننا نحن نقرأ عليك يا شيخ في هذا الكتاب، ومثل نحن شباب صغار بين يديك، يجب أن لا نتحدث بمثل هذه الأمور، لأني أنا وجهة نظري يا شيخ أقول أن الإنسان لا يتحدث في العلماء الكبار فيقيمهم حتى يصل إلى مستواهم، حتى يصل إلى مستواهم ثم يقيم هذه الأمور. وإذا فتحنا هذا الباب شيخ، هذا باب لا يغلق، وقد يكون سبب من أسباب الشر يفتح على الأمة. بإنصات الشيخ، وكان الشيخ رحمة الله عليه دائما يرخي رأسه فيسمع، لما انتهى قال بارك الله فيكم جميعا، لكن نحن طلاب حق وأهل دليل، نقبل الحق ممن جاء به، وهؤلاء رجال بذلوا وحققوا ونقحوا وصلوا. وأنا أقول إن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقبل الحق ممن جاء به، فالحق يقبل ممن جاء به إذا وافق الدليل، فنحن أهل دليل وأهل منهج نسير عليه. فقد يكون هذا قال قولا يأتي أحد صغار طلاب العلم يتحدث به إذا جاء به، لكنه يجب أن يطرح بين يدي العلماء. كان هذا درس وجه لي في حياتي أن الإنسان إذا بقي مع هؤلاء الذين شابت مفارق رؤوسهم في العلم وعلموا ما لا يعلمه الصغار، وفق أولئك الصغار أن يسيروا على ذلك المنهج العظيم. الشيخ عبد الله بن قعود نموذج عجيب في حياتنا. ذاك اليوم اللي سافرت معه أنا وبعض طلاب العلم إلى مكة وسكننا في بيته، تصوروا أنه لا يأذن لأحد ولا يسمح لأحد أن يقوم بأي عمل في داخل البيت،
وكان الشيخ رحمة الله عليه يلبس إزارة ثم يقوم يستخرج الأخ الأكل والطعام، يقوم بالطبخ لطلابه. الشيخ بن عبد الله بن قعود رحمة الله عليه كان عالما صاحب منهج، تأثر كثيرا بمنهج الشيخ بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي، ولذلك كان كثيرا ما ينقل لنا الشيخ رحمة الله عليه عن الشيخ عبد الرزاق وعن الشيخ بن باز. هذا قول الشيخ شيخنا الشيخ بن باز، وهذا قول شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي. الشيخ عبد الله بعد الانتهاء من الدرس، كان بعد انتهائنا من الدرس مجموعة من طلابه ننتقل معه إلى بيته فيقهوينا، ثم عنده كان يعني بقرة يجيب لبن ويجيب الزبد، وكان يلقم كل طلابه بيده تمرة ويلقمهم ويعطيهم واحد تلو الآخر. هذه المواقف الحقيقة أثرت علينا كثيرا بمكارم أخلاق الشيخ، وإنكم لن تصلوا، وإن الرجل كما قال النبي ليصل درجة الصائم القائم بحسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا وصفه بأعظم الأوصاف، قال وإنك لعلى خلق عظيم. لا شك أن هذه منهج وهذه منهج وأخلاق العلماء التي أثرت في حياتي في تلك الأيام، ونفعني الله عز وجل بها، وكانت مسار لطريقي أن أرتبط بالعلماء. وفي ذاك اليوم الذي أكرمني الله جل وعلا وشرفني وأكرمني أن أكون في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن أنقل تلك التربية التي تربيت فيها على يد شيخنا رحمة الله عليه ابن قعود، أن الله جل وعلا أكرمني بذاك الرجل الوالد الصادق الشيخ معالي الشيخ إبراهيم الغيث، الذي احتواني ورباني وعلمني، وكان من تربيته هذا الرجل الذي شاب مفرق رأسه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحنى لحيته في الاحتساب إلى الله عز وجل. تعلمت منه أمور ثلاثة. أولها قال لي: يا بني، إن اليد التي تدفع السوء لا تمد للبشر. وقال لي: يا بني، لئن تعيش عزيزا فقيرا خيرا من أن تموت غنيا ذليلا، فانتبه أن تتسول على موائد الناس. هذا الشيخ الذي قال لي يوما من الأيام: احرص كل الحرص، فإن توفيق الله للعبد أن يصدق ويكون صادقا ناصحا لأمته ولولاة أمره. اجمع الكلمة على ولاة الأمور واسمع وأطع، وسوف ترى التوفيق في حياتك، وأرجو أن يكتب لك بعد مواتك. هذا الرجل الذي كان قد اختصني بتربية عظيمة، كان هذا الرجل في كل أسبوع يومين بعد صلاة الظهر إذا صلى معالي الشيخ أن يأتي ويعني يطلب مني: ماذا عملت؟ إيش الملاحظات اللي سويتها؟ إيش الأخطاء اللي فعلتها؟ فكان يوجهني. الشيخ إبراهيم الغيث كان العالم المدرسة لي التي بدأت استمرار حياتي فيها بعد حلقات العلم أن تكون في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستفدت من شيخنا، وبفضل الله عز وجل كان الداعم الأول والأخير لي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي كان يصطحبني دائما معه حتى يدخلني على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أدام الله بقاءه على طاعته وبارك في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين أيام ما كان أميرا للرياض، ثم أدخلني في بدايات اللجان، وبدأ يوجه لي التوجيه كيف أتعامل لمصلحة هذه الأمة، ثم أرسل لي رسالة، وهذه الرسالة هي أعظم رسالة لكل قائد، لكل مسؤول، لكل مدير، تفويض الصلاحيات وإعطاؤها لمن يثق فيها. وكان يقول لي بكل كلمة حينما أسأله: يا شيخ، يسمع مني تماما، يقول: راقب ربك واعمل ما تبرأ به ذمتك، راقب ربك واعمل ما تبرأ به ذمتك. وقد يشاهدني كثير من إخواني الذين عملوا معنا قبل يعني 30 سنة فهيئة الأمر معروف يعرفون هذه القاعدة عند الشيخ: اعمل ما تبرأ به ذمتك وراقب ربك. في ذاك اليوم وأنا في عملي الميداني وأراقب أحد
مروجين المخدرات وبالذات مادة الهيروين التي هي السم الزعاف على شباب الأمة التي ابتليت بها الأمة، وهذه البلاد مستهدفة لإفساد عيالها وأبنائها. لفت انتباهي وأنا أراقب بيت أحد المروجين بعد أن تم الشراء منه أن امرأة معها أطفالها تخرج ومعها قروت موية تعبيها من برادة المسجد، والأبناء أشكالهم مو بأشكال أناس يعني عليهم الفقر. لفت انتباهي الحقيقة هذا الانتباه، وبدأت الحقيقة بعد ما الحمد لله انهينا القبض على المروج مع الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة مع إدارة المخدرات قبضنا عليه، وإذا نفاجأ أن هذه المرأة هي ضحية إدمان البودرة لزوجها، وأن هذا المروج قد أفسد عليها زوجها. وبدأت بالحديث معها وتحدثت معها قليل، وقالت لي والله يا شيخ ما في البيت شيء. وفوجئت بالفعل، الفرشات مبيوعة، الفرن مبيوع، الثلاجة مبيوعة، الموية تأخذها، تقول بس اللي أسوي إني محافظة على المكيف هذا حتى لا أموت أنا وعيالي من الحر. وصل به الحد إلا أنه يبيع كل شيء من أجل هذه المادة الخبيثة. بدأ عندي أشوف أن هؤلاء الناس ليسوا الحقيقة أسوياء، بل هم مرضى الحقيقة، ويجب أن نتعامل معهم، وإنهم يجب أن نضعهم على جادة الطريق، وإن نستصلحهم، وإن ما نصمهم بأنهم مفسدين، بل يجب جميعا أن نتكاتف في الضرب على يد هؤلاء المفسدين الذين يقومون بترويج هذه الأمور، وأن هؤلاء المفسدين وأن نستصلحهم بقدر ما نستطيع. وأنه بعد هذا الموقف ثم توالت علي الأمور، وبدأت أرى من يضرب أبيه بالعصا عشان يأخذ منه المال، ورأيت من هو في يوم الأضحية يوم العيد في الليل يسرق أضاحي والدة ويقوم ببيعها، ورأيت من الأشياء التي يندلها الجبين وتحرك الفؤاد، وأن هؤلاء مرضى أمرضوهم بهذه السموم. وقلت لابد أن يكون لنا باب في استصلاح هؤلاء الشباب. كان ليست أي قضية أي بد من المدمنين نحيلها على طول للعلاج، وكانت القضية الحقيقة فيها شيئا أنني أستطيع أننا نستطيع أن نعالج هذا الرجل ونقبض على هذا المفسد، هذا نستصلحه وهذا نقضي عليه. وكان الحقيقة أول داعم لي في هذه القضية ومشجع لي وناصر لي بعد الله جل وعلا ومؤيد لي في هذا الجانب هو خادم الحرمين الشريفين، اللي قال لي في كذا مرة اعمل. ثم لما كثر علي بعض الملاحظات اللي قد تكون نظامية في قضية استصلاح هؤلاء الشباب في علاجهم، قالوا لا المفترض أنهم يدخلون ويحقق معهم، قلت لا أنا أستصلحهم وأعالجهم، وكنت أرفع أوراق هؤلاء النساء المتضررات المدمنين. فكان خادم الحرمين أمير الأيام ما كان أمير للرياض حفظه الله رحيلها إلى جمعية البر ويساعدهم هو من عندهم عن طريق الجهة المختصة. كانت أيضا قضية مهمة جدا في قضية أنه أرسل لي خطابا يشكرني فيه ويقول أنا أشكرك على ما تقوم به، إن هؤلاء بالفعل مرضى يجب علاجهم، وأشكرك على ما تقوم به من مكافحة هذا الداء وهذه السموم لهذه البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. علمتني الحياة أن السلامة في الدنيا والآخرة تكون بالالتفاف حول العلماء الربانيين، وأن نجاة الأمة بجمع الكلمة، ويكون التوحيد منهج حياة، فالتوحيد هو الحل الوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم المحب أبو فاطمة عادل بن طاهر المقبل.